مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم واهلا بكم الى هذه النشره الاخباريه نقدمها لكم من قناه المكلا. والبدايه مع العناوين. ألوية العمالقه الجنوبيه تعلن نجاح المرحله الثانيه من عمليه اعصار الجنوب. قوات دفاع شبوة توسع نطاق انتشارها في مديرية مرخى السفلى في محافظة شبوة. الهلال الأحمر الإماراتي ذراع الإمارات الإنساني لتطبيع الحياة بمحافظة شبوة. لقاء نقطة الردود يقر تشكيل قوة عسكرية لحماية وادي حضرموت بمساندة قوات النخبة الحضرمية. المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي يستعرض في مؤتمر صحفي انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي.